إلى موضوعنا الأخير أعزائي المشاهدين، حيث قالت مصادر صحفية أن جهاز الأمن الإماراتي قام بسلسلة اعتقالات طالت عددا من الناشطين الحقوقيين والمطالبين بالإصلاح في رأس الخيمة ودبي والشارقة. أما من جهتها فذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن النيابة العامة تجري تحقيقات مع جماعة أسست وأدارت تنظيما يهدف إلى ارتكاب جرائم تمس أمن الدولة. المزيد في هذا التقرير. حملة اعتقالات جديدة تطال العشرات في دولة الإمارات، بعضهم من الناشطين المطالبين بالإصلاح وبعضهم الآخر من المشكوك في انتمائهم للتيار المطالب بالإصلاح، والذي يبدو أن أجهزة الأمن قد بدأت حملة شرسة من أجل استئصاله. الحملة الجديدة التي طالت عشرات الإماراتيين تأتي قبل أيام قليلة من حلول شهر رمضان المبارك، وهو الموسم الذي عادة ما يصدر فيه رئيس الدولة عفوا عن شرائح عديدة من المواطنين الإماراتيين. أبرز المعتقلين في الحملة الجديدة الدكتور محمد المنصوري والدكتور إبراهيم الياس وراشد عمران الشامسي وخليفة النعيمي وخالد الشيبة، فضلا عن العديد من الحقوقيين الذين تم اعتقالهم أيضا، وجميعهم تم توقيفه دون أي تهم ولا محاكمات. حملة الاعتقالات الجديدة تأتي ردا على حملة أطلقها ناشطون إماراتيون رفعت شعار رمضانهم معنا، وهي الحملة التي تطالب بإطلاق سراح الناشطين المعتقلين في سجون الإمارات قبل حلول شهر رمضان المبارك. الاعتقالات الجديدة طالت شخصيات رفيعة في المجتمع الإماراتي، وهي اعتقالات أعادت إلى ذاكرة الإماراتيين اعتقال الشيخ سلطان بن كايد القاسمي، الذي تفاجأ المجتمع الإماراتي باعتقاله أواخر شهر إبريل الماضي، ليتم حينها تسجيل اعتقاله كأحد وأرفع شخصية يتم توقيفها منذ تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة. معي للحديث حول هذا الموضوع ومناقشة أبعاده وأسبابه مدير عام جمعية الإصلاح برأس الخيمة سابقا السيد سعيد ناصر الطنيجي. سيد سعيد، نرحب بك في أضواء على الأحداث. بداية، أن تقول وكالة الأنباء الإماراتية بأن هؤلاء أو الذين تم اعتقالهم هم يتم التحقيق معهم لجرائم تمس أمن الدولة ومناهضة الدستور والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها الحكم في الدولة. هل هناك معلومات عن أن هؤلاء فعلا قاموا أو يشتبه بقيامهم بمثل هذه الجرائم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الحقيقة جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي والأخوة اللي اعتقلوا واللي سحبت جنسياتهم هم ينتمون أصلاً إلى دعاة الإصلاح، ودعاة الإصلاح جمعية الإصلاح مضى عليها من تأسيسها الآن يعني ما يقارب من 38 سنة في دولة الإمارات، ولم يسجل على شباب جمعية الإصلاح ولا حادثة فريدة أنهم مسوا أمن الدولة. والحقيقة احنا عرفنا دعوة الإصلاح لفترة طويلة وأصدرنا بعض الرسائل والكتيبات، وأخوكم من ساهم في الرسائل عن دعوة الإصلاح. من هي دعوة الإصلاح؟ فعرفناها بأنها دعوة إسلامية وسطية وفق مذهب أهل السنة والجماعة ومنهجها الاعتدال والتوازن. ثم أن بينا شو أهدافنا، حب الوطن، تعزيز هذا المعنى وأهميته داخل الدولة، ثم أكدنا ولائنا لحكومتنا وقيادتنا الرشيدة المتمثلة برئيس الدولة ونائبه وبقية حكام الدولة. ولكن يؤسفنا جد يعني في أن نسمع مثل المعلومات أو الأخبار الآن الأخيرة التي تتهم شباب دعوة الإصلاح اللي هم يشهد لهم الجميع القاصر والداني بأنهم أصحاب اعتدال وسطي وطرح وسطي. طيب، هل هناك معلومات بأن من تم اعتقالهم خلال اليومين الماضيين فعلا وجهت لهم هذه التهم التي ذكرتها وكالة الأنباء الإماراتية وزادت عليها بأنهم مرتبطون بتنظيمات وأجندات خارجية مثل هذه التهم الثقيلة؟ أخي الكريم، من فترة ونحن يعني نسمع مثل هذه الإسطوانة الآن، يعني من يوم بدأت موضوع سحب الجنسيات عن الشباب دعاة الإصلاح ومن ثم تبعها موضوع الاعتقالات، واليوم تم اعتقال حوالي 9 من الناشطين الشباب عندنا.
من تلك الفترة والكلام يدور حول أن هناك أجندات خارجية. إحنا نبغي نعرف ما هي الأجندات الخارجية اللي يتكلم عنها هؤلاء القوم. نحن ولله الحمد صفحتنا بيضاء، وأكدنا هذا الكلام في وسائلنا الإعلامية المختلفة، وإحنا مستعدين للحوار مع أي جهة رسمية كانت. أخي الكريم، يعني إحنا التضييق على دعاة الإصلاح ليس جديد، لكن اليوم يعني هاي الفترة الأخيرة من 8 أشهر أخذ مستوى التصعيد. لماذا هذا التصعيد الكبير وعدم وجود أي أبواب للحوار مع السلطات الإماراتية؟ إحنا حاولنا نطلق أبواب الحوار، لكن أبواب الحوار كلها مغلقة أمامنا، ولا يوجد يعني أحد يعني يستوعبنا في موضوع الحوار. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، إحنا من سنة 1994 من يوم حل مجلس إدارة جمعية الإصلاح وشباب دعاة الإصلاح يواجهون التضييق، وتحملنا يعني ما يقارب من 18 سنة التضييق. طبعا منعنا من التربية والقعد البعض، ومنعنا من يعني من الخطابة ومن الكتابة في الإعلام والظهور في التلفاز إلى غيرها من الوسائل المختلفة، ومع ذلك لم يحدث منا أي ردة فعل سلبية تجاه يعني الدولة أو الحكومة، وكنا محتسبين هذا الأمر كله ومتحملينه. لين ما جاء الربيع العربي، الجماعة ظهر أن إخواننا في الأمن متخوفين من قضية أحداث الربيع العربي. طيب هاي أحداث صارت في عالم، يعني في دول فيها قهر وفيها يعني حكومات دكتاتورية. إحنا بيننا وبين حكوماتنا الحمد لله يعني تعيش المحبة والمودة بين حكوماتنا، ما في عندنا أي مشكلة. ولكن هذا الاعتقال، هذا الاعتقال واستمرار سلسلة حلقاته ألا يشكل حالة من الحلق، من الغيظ لدى النشطاء الإماراتيين بشكل عام وحتى من يتابعون هذه القضية من إماراتيين؟ أخي النشطاء الآن يعني حتى الآن لعلمك أن بعض الأسماء في العشرينات من الشباب وبداية الثلاثينيات، يعني بعض منهم، وطبعا بعض منهم يعني في الخمسينات من الجيل، لكن يعني بعض من الشباب مطالبهم يعني نقدر نقول عنها بسيطة جدا. يعني احنا دعاة الاصلاح اليوم شو مطالبنا في المجتمع؟ ما نطالب غير ان يكون لنا مجلس وطني منتخب وفاعل له صلاحياته، والسلطات التشريعية يعني فصل بين الثلاث سلطات التشريعية والتنفيذية وعندك القضائية. هذه ثلاثة سلطات، هذا الخط أو هذا الموضوع بالضبط عند الأمن خط أحمر، لا يريدون المساس والتقرب القروب منه، والأي الحديث فيه معناه هذا مشكلة بالنسبة لهم. فلذلك هم مأزمين الموقف، عاملين مشكلة من لا شيء. احنا ابدا لا نقبل المشاكل، بل بالعكس نقول الحمد لله رب العالمين ان بلدنا الامارات بلد امنه هادئه وستبقى امنه هادئه غصبا ورغما عن كل انسان يفتعل مثل هذه المشاكل ويصنع هذه المشاكل. ونحن قدمنا ايدينا تكرارا ومرارا، احنا نقول ابناء الدوله وابناء البلد، ويعرفنا القاصي والداني، وليس يعني ناس غرباء او غير معروفين او مجهولين او تخرجنا هكذا فجأة في المجتمع. لا، الآن إحنا مضى علينا في دعوة الإصلاح الإصلاح كما ذكرت لك من قارب 38 سنة، ولم نحدث ولله الحمد أي يعني إلزام يعني من فرد. يعني حتى لو إحنا مستعدين يأتي لنا جهاز الأمن بأدلة يقول أنكم عملتوا يعني الإخلال الأمني الفلاني في السنة الفلانية في اليوم الفلاني، احنا نتحدى اكبر مسؤول في جهاز الامن ان يقدم مثل هذا. اما الكلام الانشائي والتعبير والكلام المستهلك ان والله هؤلاء يعني لهم اجندات خارجية، وهذا كلام شبعنا منه. شكرا جزيلا، كلام للاستهلاك. شكرا جزيلا لك مدير عام جمعية الاصلاح برأس الخيمة سابقا سيد سعيد ناصر الطنيجي، كنت معنا عبر الهاتف من الإمارات. بهذا نصل أعزائي المشاهدين إلى ختام أضواء على الأحداث لهذا اليوم. أترككم في أمان الله وإلى اللقاء.